لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور فارس على شاشة القاهرة الإخبارية. إذا أنباء تتحدث عن هدنة ثانية محتملة بين الفصائل الفلسطينية حماس وإسرائيل، لكن الأوساط الإسرائيلية تتحدث عن ربما ثمن أكبر وأعلى على إسرائيل أن تدفع هذه المرة لقاء هذه الهدنة. برأيك ما هو هذا الثمن هذه المرة؟ أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. طبعا بالفعل هذه الهدنة ستكون مختلفة اختلاف كامل عن الهدنة السابقة، لأن هناك طلبات محددة من قبل المقاومة حماس للعمل على تحقيق أكبر المكاسب الممكنة من وراء هذه الهدنة، وعلى رأس بنك الأهداف للمقاومة الفلسطينية العمل على وقف شامل لإطلاق النار، وده هو الهدف الأسمى في ظل أن الهدنة السابقة التي استمرت قرابة 7 أيام وبوساطة مصرية قطرية وبدعم أمريكي توصلت إلى أن يكون هناك تبادل الأسرى، ولكن بعد ذلك تم استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وبالتالي حماس لديها أولا هدف رئيسي للعمل على وقف شامل إطلاق النار، وأيضا الحصول على يعني شخصيات هامة وكبيرة ولها ثقل لدى المقاومة الفلسطينية كمصطفى البرغوثي وغيره من القيادات الموجودة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن وبالتالي هل تعتقد أن هذه الأسماء الوازنة قد تكون ضمن المفرج عنهم من قبل إسرائيل في هذه الهدنة؟ أرى أن الدولة المصرية بتتحرك في إطار خفض التصعيد والعمل وبشكل كبير على الوصول إلى هدنة إنسانية تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار، لأن القاهرة والدوحة يلعبان سويا من أجل العمل وبشكل كبير على حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين والوصول إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، في ظل أن الجانب الإسرائيلي بيتعرض لضغوط كبيرة وحقيقية ومؤثرة من الشعب اليهودي بشكل كبير، لأن حجم المظاهرات بدأ يزداد بشكل قوي. كان في بداية هذه الأزمة يعني كانت أو في بداية هذا العدوان على قطاع غزة كان هناك عدم اهتمام كبير من الحكومة الإسرائيلية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بملف الأسرى، ولكن تحدثنا وقلنا أن ملف الأسرى سيكون هو الورقة الأهم والضاغطة على حكومة نتنياهو لكي ترضخ للمقاومة الفلسطينية، ولكن في ظني وتقديري أن على كلا الطرفين أن يبحثا عن وجود أرضية مشتركة في ظل دور مصري ريادي ومحوري تسعى من خلاله القاهرة إلى إعادة التوازن مرة أخرى لمسار المفاوضات، وألا يتمسك كل طرف من الأطراف بوجهة نظره بشكل بحت، لأن القاهرة من خلال وساطتها وهي وساطة تنتمي للجانب الفلسطيني قولا واحدا، ولكنها تسعى بكل قوة إلى الوصول إلى تفاهمات تكون قادرة على صناعة الفارق في المشهد الفارق في هذه المرحلة الدقيقة اللي بتمر بها القضية الفلسطينية. طيب وسائل الإعلام الإسرائيلية حين تتحدث عن استعداد إسرائيل لتهدئة مقابل إفراج حماس عن 40 محتجزا، هذا يعني أنه سيظل لدى حماس عدد آخر من المحتجزين، وربما سيكون هؤلاء من المحتجزين العسكريين جنود أو ضباط تحتفظ بهم حماس للحظات الأخيرة، هذا يعني أنه ما زال الموقف، ما زالت الحرب بعيدة عن الأمتار الأخيرة والساعات الأخيرة في عمر هذه الحرب دكتور فارس. أنا أتفق مع سيادتك جدا، هو طرح في منتهى الواقعية، بعد الإفراج عن 40 محتجز لدى حماس سيكون لدى المقاومة قرابة 90 أو 85 محتجز آخر، وده عدد كبير جدا هيكون من العسكريين، وده اللي هيكون ليه أسنان باهظة، وبالتالي تسعى القاهرة إلى العمل على هدنة إنسانية الآن لإدخال كافة أوجه المساعدات لقطاع غزة، على الرغم من أن القاهرة سعت بكل قواتها إلى إدخال كافة أوجه المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كافة ربوع القطاع، إلا أنه لا يمثل ذلك إلا 3% من احتياجات شعب غزة، وبالتالي القاهرة تبحث عن هدنة لالتقاط الأنفاس للعمل على أن تكون هذه الهدنة هي الأساس فيما هو قادم لهندسة صفقة وهندسة
وقف شامل لإطلاق النار، لأن هو الهدف الأسمى هو وقف شامل لإطلاق النار، في ظل إن إحنا بنرى ضغوط حقيقية بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل 3 من محتجزيه بأيدي ذاتية، وده في شمال قطاع غزة، وبعد عمليات الشجاعية اللي راح ضحيتها في شمال قطاع غزة أكثر من 10 من الجيش الإسرائيلي، وبنرى إن أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي بدأت تزداد وتيراتها يوم بعد يوم، كلها عوامل ضاغطة، بالإضافة إلى أول أمس كان في مظاهرات حاشدة في داخل تل أبيب. نتيجة لذلك أرى أن الأمور من الممكن أن تصل إلى هدنة إنسانية تفضي بعد ذلك إلى وقف شامل إطلاق النار. مشكورك جزيل الشكر دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة.